الدب القطبي أو الدب الأبيض هو أحد أضخم المفترسات اللي بتعيش على الأرض، فتم وصفه بالمفترس العظيم أو الصياد الماهر، وهو من الحيوانات اللي بتمتلك قدرة رائعة على التخفي. لكن يا ترى ممكن حيوان زي الدب القطبي يواجه كائن قوي زي حوت الأوركا، ولا ده من الصعب يحصل؟ في البداية، حوت الأوركا هو أضخم الكائنات البحرية الموجودة في البحار، وبيمتلك صفات رائعة من الصعب أي كائن التغلب عليها، زي إنه من الحيتان الذكية والشرسة. ده بالإضافة إن حجمه الضخم بيساعده على افتراس الكثير من الكائنات البحرية، فبيصل وزنه لستة طن مع طول يصل لتمانية متر، وبعض الأنواع تم اكتشافها بيصل وزنها لعشرة طن مع طول يصل لتسعة فاصل تمانية متر. فيا ترى بعد معرفتنا للمقومات الجسدية لحوت الأوركا، ممكن حيوان زي الدب القطبي يواجه حوت الأوركا، ولا ده من الصعب يحصل؟ وللإجابة عن السؤال ده لازم نعرف بعض المعلومات عن الدب القطبي. الدب القطبي من الكائنات اللي بتقدر تعيش في الأماكن الباردة، وبيمتلك حجم ضخم بيساعده على افتراس كائنات متعددة زي الفقمات البحرية والثعالب بالإضافة للقوارض، فبيصل وزن الدب القطبي ل 650 كيلو جرام، ولو وقف على قدميه بيصل طوله ل 3 متر، وبعض الأنواع بيصل حجمها لحوالي 1000 كيلو جرام مع طول يصل ل 3.7 متر. والبيئة اللي بيعيش فيها الدب القطبي هي نفس البيئة اللي بيعيش فيها حوت الأوركا، وعلشان كده ممكن تحصل مواجهات كتيرة ما بين الاتنين. لكن يا ترى ممكن الدب القطبي يفترس حوت الأوركا أو يواجهه؟ بالرغم من ضخامة حوت الأوركا مقارنة مع الدب القطبي، إلا إن ما تسجلتش حالات افتراس من قبل حوت الأوركا للدب القطبي، واللي ممكن يحصل هو العكس، لأن حوت الأوركا بيعمل تصرف غريب جدا بيخليه للأسف فريسة للدب القطبي، وهي إن في بعض الأحيان حيتان الأوركا بتعرض حياتها للخطر، وده لصيد بعض الفقمات الموجودة على الشواطئ، واللي بيحصل وقتها إنها بتدفع بأجسامها بقوة للخروج على الشاطئ، وبعدها بتحاول الرجوع مرة أخرى لمياه المحيط. لكن في بعض الأحيان حيتان الأوركا ما بتقدرش ترجع للمحيط مرة أخرى، وده بسبب إن حرارة الشمس بتكون قوية فبتجف أجسامها، وبيبقى من الصعب الرجوع للمياه، وللأسف بتموت بعدها. وطبعا الدببة القطبية بتستغل الفرصة دي وبتتغذى وقتها على حيتان الأوركا العملاقة، فحيتان الأوركا وقتها بتكون فريسة مفضلة للدببة لأنها بتوفر الطعام اللازم لأيام، ده بالإضافة لكمية الدهون المشبعة الموجودة في حيتان الأوركا. والدببة القطبية بتمتلك بعض المهارات زي إنها بتقدر تحدد المسافات والأعماق الموجودة فيها الفرائس، وده بسبب حاسة الشم القوية. وبتمتلك الدببة القطبية 42 سن، وبتستخدم القواطع الموجودة في الفك لتقطيع اللحم، فهي من الحيوانات اللي بتتغذى على أي طعام من غير مضغوط. ولو الفيديو نال إعجابكم ما ننساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا.